السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، نحييكم وهذه الحلقة الجديدة وبرنامج صحتك يا هانم. النهارده مشاهدينا الكرام، مشاهداتي الكرام، والنهارده بنركز على السيدات أكثر قليلا من الرجال بحكم الحلقة. الحلقة النهارده إن شاء الله هتتكلم عن الكعب العالي. الكعب العالي معناه ارتفاع حذاء السيدة التي قد تتصور أنه نوع من الجمال، وهي هذه هي الحالة الوحيدة التي تتعارض فيها الصحة مع ما نعتقده جمال. يسألني بعض الناس يعني هل فعلا الصحة قد تتوافق مع الجمال؟ في الحقيقة أن الصحة والجمال مرتبطين ارتباط وثيق، ولكن في بعض الأحوال بتتعارض الصحة مع الجمال. يعني في بعض الأحيان كنا بنعتقد أن شرب السجاير نوع من الجمال، ولذلك بنجد كل الأفلام السينمائية بتظهر البطل أو البطلة وهو ماسك بالسيجارة بشكل كده فيه نوع من الفخامة ونوع من الجمال يعني. ولكن طبعا أثبتت الأيام يعني مدى خطورة السجاير على الصحة العامة وعلى الصحة الخاصة وعلى كافة نواحي المجتمع. النهاردة بنفس الطريقة أعزائي المشاهدين بنتعرض لمسألة الكعب العالي الذي يعني بتلبسه السيدة وتعتقد أنه نوع من الجمال. ويسعدنا في بداية هذه الحلقة أن يكون معنا الدكتور أشرف اللواء، أخصائي جراحة العظام بمستشفى القصر العيني. أهلا وسهلا دكتور. صحتك. زي ما حضرتك شفت في المقدمة احنا بنتكلم عن مسألة الكعب العالي، هو الحذاء اللي بتلبسه السيدة وتعتقد انه نوع من الجمال، وان جمالها مش هيكتمل الا اذا يعني ايه ارتدت او لبست حذاء يكون فيه نوع من الارتفاع شوية. في البداية نسأل حضرتك عن يعني هل في لزوم فعلا للكعب العالي، او هو نوع من علاج شيء معين في بدن المرأة يختلف عن بدن الرجل؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. في البداية السيدة بتكون قصيرة القامة وبتحتاج لشيء يظهر جمالها، فتلبس الكعب العالي لإظهار العلو في المكانة أو الطول، وده بيغير طبعا من طبيعة السيدة من قصيرة إلى طويلة. طب في اعتقادك هل السيدة فعلا يعني بتتصور أن الطول هو الجمال؟ أحيانا السيدة بتعتقد أن الطول هو اللي فيه الجمال، بالعكس كلما كانت السيدة في طبيعتها وفي كما خلقها الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع هتكون من أجمل ما يمكن، لأن ربنا ما خلق شيء إلا جعل فيه جمال سبحانه وتعالى. بالزبط. وطبعا كل سيدة بتلبس على حسب المكان بتاعتها 5 أو 10 أو 15 سنتي، وأحيانا لغاية 15 سنتي، وأحيانا يوصل ل20 سنتي في اللي هم السيدات اللي بتقدم الأزياء والحاجات زي كده، لأن الطول في الأزياء مطلوب عشان يبينوا قيمة اللبس اللي بيلبسوه. وفي هذا الوضع بيؤدي إلى تغيرات جسدية شديدة. طب قبل التغيرات نعم. في مسألة التغيرات اللي هي البدنية بتحصل لجسد المرأة نعم. طب هل مش من معروف طبيا وتشريحيا أن نعم. بالعموم يعني نعم. بدن المرأة في كل أنحاء العالم وفي كل البشر نعم. بيكون أقصر يعني قليلا من الرجل؟ صح مظبوط كده. طب هي هل تستعيد ده عايزة تتساوى مع الرجل في التساوى؟ احنا تساوينا دخلنا في موضوع المساواة، لكن هو المساواة ليست في الطول والحجم والشكل، المساواة داخلية في الروح والجسد والعقل، التركيبة النفسية دي اللي بتظهر جمال السيدة ورونقها والجمال بتاعها. يعني هنقول السبب الأساسي أو السبب الأول مسألة الجمال فقط لا غير، فقط لا غير. والجمال هي بتعارض مع الصحة، وهو طبعا ده بيغير من طبيعة وشكل المرأة، البروز الأمامي والخلفي بيتغير الوضع بتاعهم والمكان بتاعهم. السيدة وهي طبيعية بيبقى في وضع الصدر للأمام والمقعدة للخلف، لكن في الكعب العالي الصدر بينحني للأمام والمقعدة بتصعد للخلف، فالشكل بيبقى غريب جدا مختلف تماما يعني. وده مش تعليق، رب ما اضحك على حياتك، بس يعني بعض الفنانين نعم نعم مش هنقول بقى يعني ماشي على الشارع وغير ماشي على الشارع، اسم كبير يعني كان بيقول ان الست لما بتلبس الكعب العالي جسمها بياخد اوضاع معينه. طبعا هي اوضاع يعني فيها نوع من مخالفه الشرع واوضاع نعم. فيها نوع من الفتنه نعم. واي شيء طبيعي بيخالف الشرع اكيد بيخالف الصحه العامه يعني. نبتدي باول المخاطر اللي بتاثر نعم. على بدن المراه بسبب نعم. الكعب العالي نعم. اول شيء ربنا سبحانه وتعالى جعل جسم المرأة أو جسم الرجل عامة أو جسم الإنسان خاصة على وجه العموم إن الوزن بينزل من الرأس للصدر للحوض تماما كامل، ثم ينقسم في الحوض على مرحلتين، الناحية اليمين والناحية اليسار. الناحية اليمين تشيل 50% من الجسم،
والناحية اليسار تشيل 50% من الجسم على الساقين نفسهم. جميل. ثم بعد ذلك ينقسم الوزن إلى 25% قدام و 25% على الكعب. القدم بتبقى عاملة يعني كل ساق عليها 50 كل ساق عليها 50% من وزن الإنسان 50%، وبعد كده القدم عاملة كده في الكعب هنا هوت ومشط القدم هنا. جميل. بينزل 25% هنا و 25% في الخلف، فبيبقى سبحان الله الوزن نازل ثابت طبيعي مريح لبدن الإنسان. لكن احنا رفعنا الكعب كده فبقى الوزن كله اتفرغ على المشط، اتفرغ على مشط القدم. اول شيء هنلاقي الام في مشط القدم. اللي الست اللي بتلبس كعب عالي دايما تشتكي من مشط القدم بتاعها، يألمها وصوابعها تتالم لانها بتنضغط للامام، لان دايما الحذاء ذو الكعب العالي لازم يكون المقدمه بتاعته ضيقه جدا فتضم الاصابع، ولما تضم الاصابع اصبح في اختلاف في الوضع المفاصل القدم اللي مش القدم، انها بتاخد ال 50% من وزن الانسان ترميهم على المشط. ايوه، بيضطر المصمم الحذاء يعمل المشط عشان بالظبط عشان يصد حركه القدم بالظبط. عزيزاتي المشاهدات، لو في اي اعتراض على هذا الكلام وانتم شايفين ده نوع من الجمال ونوع من الراحه، اتصلوا بينا على الارقام الموضحه على الشاشه او اللي هتظهر دلوقتي. متابعونا. بعد كده مشط القدم، الاصبع الكبير دخل للداخل والاصبع الصغير دخل للداخل برضه، فاصبح مفصل القدم اللي الاصبع الكبير خارج القدم، وده بنقول عليه اعوجاج في الاصبع القدم، وده بيحتاج عمليه وترتد مع الوقت. فعلا مع الوقت بيحصل اعوجاج كده، ولو قلعت الشوز بتاعها هيبقى المنظر بشكل ايدي كده، يعني القدم نفسه ابتدى يتكيف، يتكيف مع الوضع اللي احنا فرضناه عليه بالظبط. وزائد ان عليه ضغط كمان بتاع الجسم عليه، فبيبقى في اعوجاج في الاصبعين دول، وبنضطر نعملهم عمليات عشان نرد الصباع ده لمكانه وده لمكانه، وننصح السيده انها تلبس حذاء ذو مقدمه واسعه بعد فوات الاوان. بعد كده ينتقل الالم للكاحل بتاع السيده. الكاحل ده فيه ثلاث أربطة داخلية وعدة أربطة خارجية، والأربطة ما بتستحملش الوزن اللي نازل عليها كاملا، بقى فيه 50% وزن على المفصل مرت عليها الأول، مرت عليها الأول قبل تنزل على القدم، فبقى فيه 50% من وزن القدم معلقة في المكان، ما بقتش تتقسم على 50 و25، بقت إيه 50 قدام و50 من هنا، بقى في وزن شديد. يعني 50 مرت على الكاحل الاول، على الكاحل الاول وبعدين تتفرغ على المشط. بس هي قبل ما تتفرغ على المشط بتاثر على مفصل القدم، وتبقى السيده عرضه لاي جزع في القدم وهي ماشيه، لانها مش دايما بتبقى لابسه الكعب العالي. تلبس الكعب العالي في الخروج، في في المناسبات، في الاوقات اللي هي غير مناسبه. فبيأثر على الكاحل ويعمل خلل في الرباط الأربطة حوالين الكاحل، وبكده تضطر السيدة تلبس أنكل طبي عشان تحافظ على ثبات القدم، رابط للقدم عشان تبقى حافظة الثبات بتاع القدم بالشكل ده. بعد كده تنتقل الآلام لمفصل الركبة، لأن الآلام عمالة بتتحرك لأن الركبة عندنا عاملة كده وبتتحرك فوق وتحت بالمنظر ده، لما تبقى قدام كده بقت المفاصل قريبة جدا من بعضها، ركزت على بعض الغضاريف، على بعض الغضاريف وثبت البعض. عشان كده دايما نلاقي لعيبة الكرة بيعتزلوا في سن ال 32 سنة، وهو السن اللي ربنا سبحانه وتعالى بيبعث فيه الإنسان في الآخرة في سن ال 32 اللي هو أعظم سن في سن الإنسان، يعني ذروة صحة الإنسان، ذروة صحة الإنسان. لكن لاعب الكرة بيعتزل في السن ده لانه استهلك المفاصل بتاعته، جري كتير، استهلك مفاصل، استهلك مفصل قبل الميعاد، رغم ان الرمز شوز كويس ومتوزع فيه اكيد جدا الوزن كويس، لا بس حاجة. الجري والنط والقفز مبالغ فيه والارتباك في الوقوع والكلام دوت، بدل ما جان هيجيب خشونه في سن ال 45 سنه مستعجلها باللعب، جابها في سن ال 32 يعني سنه. يعني الناس ما تحسدهمش على ما تحسدهمش على الفلوس، على الجواز وعلى الفلوس والشغل، لا تحسدهم على الاصابات اللي هم بيصابوا بيها بالظبط. فاللي بيحصل ان السيده بيجي لها خشونه برضو، وهم اكتر ناس اصابه بالخشونه من الرجال، يعني سبحان الله السيدات، رغم السيدات ما بتعملش حاجه دلوقتي، ما بتعملش حاجه، قاعده في البيت
تروح الشغل قاعده والعامله العامله دي مشكلتها كبيره لانها يعني سيده ضافت على نفسها عبء لانها بتشتغل للاسف من الصبح لغايه بالليل وشغل مستمر بدون توقف وبتطلع سلالم وتنزل سلالم وتتحرك يمين وشمال فما فيش كنترول على الحركه بتاعتها للاسف وده بيؤدي الى استهلاك المفصل بسرعه جدا وبيؤدي الى مشاكل لان اصابه المفصل بتقلل الحركه فتقلل شغلها فتقلل حاجات كتير جدا في حاجات وتمنعها تبعيه وتمنعها وتخليها ترقد في البيت وهكذا فما يستفدش من خالص من المفصل اللي بتحرك كتير قوي وعشان كده بنقول ان المشي لازم يكون في مشي بس ربع ساعه مثلا كل يوم ننزل نتمشى ما ننزلش نشتري حاجه نازلين عشان نوع من المشي بس فقط لا غير فقط ربع ساعة نازل أتمشى كده لغاية آخر الشارع وأرجع وأطلع بس ده اللي أنا بعمله يعني مش بيروح يشيل حاجات أو يجري ورا أوتوبيس أو يجري ورا ميكروباص أو ما إلى ذلك ما يبذلش مجهود في المشي يعني هو ده أفضل شيء للسيدة إنها تمشي مسافات قليلة في وقت قليل وتطلع البيت نازلة عشان تمشي طب المسافة في حدود قد إيه تقريبا يعني مثلا نقول إيه 200 متر أو 300 متر أقصى حاجة ده لوحده هياخد ربع ساعة رايح جاي 300 متر أو 400 مثلا يعني متر. لو قلنا مثلا وصلت لنص كيلو مفيش مشكلة نص كيلو رايح نص كيلو جاي هيبقوا كيلو كل يوم مثلا يبقى كده أدت كفيل من نشط حركة الجسم كله جدا لأن المشي سبحان الله بيحرك جميع عضلات الجسم والفك والعضلات الوجه اللي هي بتبقى مهملة لأن الضحك بيحرك السلام على حد بالظبط هياخد ثواب يعني بالزبط. إنما الضحك بيحرك آلاف العضلات في الوجه والبكاء بيحرك عضلات قليلة في الوجه سبحان الله كان في خبر برضو معنا يا دكتور بيقول فضل. إن يعني بنواجه برضو أخواتنا المشاهدات إن بيقول إن حالات الاكتئاب بتسبب هشاشة العظام التقرير كان بريطاني بيقول ان يعني الكآبه الست احيانا بتعيش فيها بتسبب هشاشه العظام فاحنا بندعو اخواتنا المشاهدات ان يكونوا منبسطات يعني تكون مشرقه الصبح كده في وجه زوجها وفجاه اولادها بحيث يعني تجعل الحياه يعني اقل كآبه لان الكآبه اول ما هتعود عليها هي بالضرب مظبوط فتعمل لها هشاشه في العظام خصوصا بعد سن الياس يعني صحيح فزي ما حضرتك بتقول كده مصداق لقول الرسول صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه اخيك صدقه انت برضه حضرتك انا كنا مركزين في الحلقه دي فعلا في الاداب بتاعها على الكعب العالي للسيدات حضرتك جرتنا للاعيبه الكوره جرتنا للرجال فاصبح فعلا ان في ناس كتير جدا في لاعيبه كوره سيدات عشان تبقى عارف في كوره للسيدات صحيح فهم اضافوا على نفسهم عيب طيب ننتقل لمساله احنا وصلنا لغايه الركبه والالم بتحصل الركبه والغضاريف وتاكلها في الامام بعد كده الالم بيترحل لغايه فين بنروح للظهر الحوض الأول وبعدين المنطقة القطنية في الظهر فالحوض برضو نفس الكلام عليه وزن يمين وعليه وزن شمال وأحيانا السيدة لما تلبس كعب عالي ممكن كعب منهم ما يكونش متوازن مع الكعب التاني فيبقى فيه تقل للناحية دي أكتر من الناحية اليسار الناحية اليمين تبقى أكتر من الناحية اليسار فوزن الجسم يزيد على الناحية الواطية في الكعب يعني أنا وزني كده ولقيت الكعب ده قل شوية فهيبقى الجسم عامل كده فوزن الجسم هيبقى على القدم اللي هي واطية أكتر من القدم اللي عالية في عدم تظبيط للوزن عدم تظبيط للوزن فيحصل احتكاك في الحوض واحتكاك الحوض ده من أسوأ الخشونات اللي موجودة في الجسم كله لأنه شايل نص الجسم وبيحك مع مفصل الحوض ودي طبعا بتحتاج مشاكل في العلاج ومشاكل في تغيير المفاصل بدري اللي احنا بنغيرها في سن الخمسين والستين تغيير المفاصل هنضطر نعمل اجراءات تانية عشان تتغير في سن الاربعين سن الخمسة واربعين وده مش سن خالص لتغيير المفصل بعد كده ننتقل لمنطقة الظهر ربنا خلق العضلات بتاعة البطن اضعف من عضلات الظهر وعضلات البطن ضعيفة علشان تتمدد للسيدة غير الراجل تتمدد عشان في طفل جديد بيجي قابلة للحمل قابلة للحمل فتتمدد للأمام ودايما الست لما تمدد بطنها للأمام لاقيها سندة ظهرها الخلف تمام بطريقة ميكانيكية خالص معقدة. أو بمعنى صح يعني إيه طبيعتها كده تمام صحيح لأن سبحان الله الظهر العضلات بتاعته أقوى من البطن زي ما قلنا والظهر عمره ما يقع على الأرض لأن سبحان الله في فقرات بتبقى إيجابية
والظهر سلبي، الأرض سلبية، ففي تناسق ما بين الاثنين، ففي قوة مثبتة المكان على ما هو عليه. لكن البطن لما بتطلع لقدام دايما أي حد يقع على قدام يحاول يسند نفسه، لكن عشان تقع على ظهرك صعوبة جدا. يعني ممكن بكعب رجلك تثبت نفسك، لكن قدام ما بتلحقش، بتنزل بالإيد والتانية والتالتة عبال ما تثبت نفسك، ويكون حصل مشاكل كتير في الوقوع للأمام. ودي أحد مشاكل الكسور اللي بتحصل في الرزغ في الكتف، بتبقى كلها بسبب الانكفاء للأمام. انكفاء للأمام، الرزغ والكتف وعظمة الترقوة، وبعدين نقع على جنبنا يبقى فيه كسر في الحوض، ونقع على المقعدة يبقى فيه كسر في العمود الفقري. كل دي مشاكل من بس مجرد الوقوع على الأمام. طيب بعد كده بتنتقل الالام زي ما حضرتك فهمتنا في الاكتاف. في الاكتاف، في الظهر. ليه؟ لان الست لما بتلبس كعب عالي الجزء العلوي من جسمها بينحني للامام، وانحناء الجزء الامامي للامام ده غلط جدا. حتى عندنا حاجه اسمها لوردوزيس، اللي هو لوردوزيس. لوردوزيس ده اللي هو استقامه الجسد او بروز المنطقه الاماميه، مشيه اللوردات الانجليز. ايوه، صدر المنتفخ للانجليز، بيمشوا وصدرهم للامام. لكن لما الست بتلبس الكعب العالي بشوف بنلاقي الجسم بينحني للامام كده، والمقعده بتعلو، فبيبقى في وضع غريب، في الهيكل، وضع غريب جدا. يعني الصدر بقى منكفل للامام، والمقعده بقت عاليه، فبقى في وضع مش كويس للسيده وشكل غير طبيعي. فتبتدي الكتاف تألم، لان الكتاف دي عباره عن عظم متثبت فيه دراع، وما هوش متثبت عظم في عظم، ده لحم متثبت في عظم. سبحان الله، هو المنطقه الوحيده الغريبه في الجسم كله. الكتف هو المنطقه الوحيده الغريبه في الجسم كله. حتى السيده لما يكون عندها سكر اول حاجه تشتكي منها الكتف. يقول لك انا مش قادره ارفع دراعي، مش قادره البس. مش كده الناس في المثل الشعبي العام يقول لك لحم كتافه من خير فلان او ما الى ذلك، ذكر اللحم برضه. حياتك بالنسبه للمساله الانكفاء الامام ده او الطب الحديث هنا بين اعجاز الايه اللي بتقول فمن يمشي مكبا على وجهه، يعني ما قالش مكبا على يمشي على صراط مستقيم. تمام، يعني فعلا الانكفاء في الغالب بنسبه كبيره جدا بيكون للامام. طب احنا دلوقتي اعتقد ان احنا يعني ايه عقدنا المشاهدات بما فيه الكفايه يعني. لا، بنحذرهم بس من لبس الكعب العالي. بالظبط كده، احنا برضو بننتظرهم في الاتصال على ارقامنا الموضحه على الشاشه او اللي هتظهر بعد قليل. في احد الصحابه الكرام كان بيقول ده برضو عشان ما نقولش الحلقه معقده جدا، الحلقه كلها كآبه وكلها تعب وما الى ذلك. احد الصحابه الكرام كان بيقول ان صحابه النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسالونه عن الخير، وكنت اساله عن الشر. يعني الصحابه كلهم بيسالوا عن الخير وهو بيسالوا عن الشر مخافه ان اقع فيه. فاحنا بنقول هذا الكلام من هذا القبيل، يعني التحذير والوقايه خير من العلاج. طيب نبتدي بقى بالحلول. هنفترض ان هم عايزين يلبسوا كعب عالي. خلينا واقعيين شويه، خلينا ستات مثلا هي مش قابله انها تكون اقصر كتير من الراجل، او يعني اقصر كثير مثلا من قرائنها من النساء. مع ان الفروق تبقى بسيطه جدا، يعني بسيطه جدا، زي ما حضرتك فهمت لنا من 3 لغايه 15 لغايه 20 سم. طب نقول لها ننصحها بانهي درجه من دول؟ ننصحها بال 5 سم. 5 سم على اكثر تقدير. ال 5 سم ده يعني ارتفاع مناسب لجسد المراه، وما هوش مهين للاعضاء بتاعتها، وما هوش يؤدي الى كسور، ويؤدي هنا بمعنى انها يعني مش فاضح في الشكل. بالظبط، مش هيعمل اختلاف كتير في الشكل، بس 5 سم ارتفاع في الجسم هيدي لها برضو المكانه اللي هي عايزاها. مش عايزين مكانه غير شرعيه. لكن احنا ممكن نقول لها انها تلبس الكعب العالي في اوقات معينه بس، اللي هو الخروج في مناسبات عامه شديدة الأناقة يعني والحساسية. يعني أقصى حد ليه 5 سم. 5 سم. لكن الأماكن التانية اللي هي تلبس فيها الكعب العالي هي زيارات بسيطة وخروجات بسيطة، ما تبقاش مستمرة، وتبقى هي واخدة عليها وما تمشيش فترات طويلة وما تمشيش فترات طويلة بيها. بالظبط، لأنها هتلاقي نفسها جسمها مختلف بعد انها تقلع الكعب العالي. هتلاقي نفسها مش قادره تتزن بجسمها على الارض، لان سبحان الله ربنا خلق كل شيء لما يناسبه. لما نشيل حاجه منه هنلاقي اختلاف تام في جسم الانسان.
يعني سبحان الله. الآية الكريمة بتقول ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هو تركيبته كده، هو التصميم البدائي بتاعه كده أو المبدئي ليه كده. طيب يبقى مفيش مفر، إذا قلنا إن مفيش مفر للكعب العالي يبقى أقصاه الخمسة سنتي، يكون 5 سنتي. طيب مسألة الكعب الواطي بقى عكس الكعب العالي، هل ليه مدار فعلا؟ يعني الإنسان في ناس بتمسك يعني حاجة بتكون 5 ملي مثلا. صحيح بالظبط، ده مش 5 ملي، ده في ناس بتلبس على الأرض خالص كأنه اللي هو مسطح. اللي هم ساعات بيلبسوه لاعبات الباليه، لاعبات الباليه بيلبسوا كعب بدون حذاء، بدون كعب نهائي، فبتبقى قدمها على الارض ملساء كانها ماشيه، يعني بيبقى مسطح تماما، ملامس للارض تماما. ده اولا بيعمل حاجه اسمها فلات فوت. فلات فوت مستخدم من الحياه اللي هي عايشاها، لان القدم في عاده بتبقى عامله كده، ولما بنمشي بتدوس كده تفتح وتلم تاني، تدوس كده تفتح وتلم تاني، لكن هي القدم بتاعتها بقت عامله كده، لما هندوس مش هتلم، هنمشي مش هتلم، لان اللي تحت اللي بيستقبل تحت بقى ماشيه، بقت مسطحه، بقت لمسه للارض. وعاده دي بتعمل الم في بطن الرجل شديد جدا، وساعات ناس بتعمل شد للوتر دوت، ويعني تخش في مشاكل برضه، تدخل في مسائل عمليات جراحيه لشد الوتر بتاع القدم. ف مفيش حاجة هتعدل القدم، لأنك أنت أثرت الحاجة اللي طبيعية ربنا عاملها سبحانه وتعالى. فوزن الجسم بقى دلوقتي مباشرة على مشط القدم، بدل ما كان 50% و50% بقى وزن الجسم مباشرة على القدم، على القدم بالكامل، القدم بالكامل. فهيأذي العظام المشطية. أيوة بالظبط، المشطية اللي هي ما بين الأصابع القدم وما بين كعب القدم. يعني حتى المبالغة في تقصير اللي هو الكعب، في الكعب العالي أصبح برضو كعب المخفض جدا. أيوة تمام، مضر برضو، بقى مضر برضو. لأن أنت ما بتمشي على الأرض في زلط وطوب وحاجات، الرجل بتتشكل بشكل القدم، بشكل الحاجه اللي انت لابسها. ودلوقتي احنا بقينا ملامسين للارض، ما احناش عاليين على الارض، لكن لما هي تلمس طوبه او زلطه او اي حاجه وتدوس عليها هيحصل اعوجاج في القدم، وتؤدي الى مشاكل تانية في الاربطه برضه. طيب نقطه برضه، نقطه ثانيه، مساله يعني ايه غلظ او متانه اللي هو النعل بتاع الحذاء، او طريانه، يعني كان طري جدا. في ناس تحب تلبس الحذاء كانه ماشي في اسفنج او كانه ماشي في ماء. صحيح. وفي ناس بتحب تلبسه يكاد يكون زي الحديد، زي الخشب، او زي بمعنى صح زي ما كانوا زمان بيقولوا عليه، اللي هو قطعة من الخشب مشكله بالرجل وعليها قطعه جلد. فقط لا غير. يعني هي برضو اللي يعني ايه تعتبر صحيه اكتر. صحيه اكتر. هنقول ان داخل الحذاء لازم يكون لين، لان القدم وجسم الانسان نازل على الارض لازم حاجة تقابله لينة. لو قابلته حاجة شديدة الصلابة هيتأثر، رد الوزن اللي نازل ده هيرد في الجسم تاني بقوة. هيأثر برضو على المفاصل وعلى الأربطة وكله من تحت لفوق. لكن لازم نخلي بطن القدم طري، واللي في الاسفل اللي هو الخارجي يعني صلب. اللي ملامس القدم على ملامس القدم يطري شويه شويه، نعومه شويه، نعومه شويه، طري شويه. نلاحظها حتى في الاحذيه، لما حد بيلبس حذاء ونلاقي في كعب القدم في حفر كده في الكعب، بتبقى مربعات دي كده اهوت، وهم دايما بيحطوا سفنج على كعب القدم. المربعات دي ساعات بتظهر بتبرز يعني، فيدوس عليها مش قادر، وهو لما يمشي مش قادر، مش هيأدي اي عمل سليم. يعني زي ما بيقولوا فعلا راحه البدن، راحه الجسم في القدم بالظبط تمام. لانه لو داس على كعب سيء هيؤدي كل عمله بوجه سيء زي ما بنقول. طيب في بعض الفضائيات بتعرض دلوقتي يعني نوع من الاحذيه بعكس ما هو يعني متصور او بعكس ما هو شائع. الشائع ان يعني القدم بيبقى عالي او كعب الحذاء بيبقى عالي، ومن الامام بيبقى منخفض شويه. هم عكسوا الصوره دلوقتي. قال لك خلي قدام المشط يبقى مرتفع جدا والكعب واطي جدا. وبعدين بيحاولوا يدللوا على كده برضو باراء طبيه مش عارف اذا كانت صحيحه او غير صحيحه، يعني ان انت كده كانك بتعمل تمارين باستمرار اللي هي العضلات بتاعت الساق من الخلف، مش عارف اسمها ايه، اسمها الطبي يعني. بيقول لك ان طول ما انت ماشي كده اهو بتفضل انت شادد الكالكينياس والجاستروكنيمياس مصر. العضله اللي هي العضله الخلفيه اسمها جاستروكنيمياس. بيقول لك لو انا عليت القدم كده اصبحت ده كده اهو، فانا بشد العضله دي بس بعمل تمرين. ده خطا جدا، اسعار خياليه. اسعار خياليه طبعا، ده خطا. زي بالظبط احنا علينا الكعب، احنا بنعلي المشط، عملنا اختلاف برضو في الجسم سبحان الله. لكن هي افضل حاجه في الاحذيه اللي بتصمم الان
ان هي تكون في بروزات على المناطق اللي بيداس عليها بالقدم، يعني بروز تحت الاصبع الكبير. الاصبع الكبير دايما اخر حاجه بتسيب القدم الارض هي الاصبع الكبير. وهو اول حاجه بيدوس عليها البني ادم اصبع كبير. فالاصبع الكبير ده هو عليه الحمل كله، والقدم كلها بتعتمد على الاصبع الكبير. فلو انا حطيت له حاجه لينه من تحت يدوس عليها مش هيحس باي الام واي مفرقات. زائد تاني انهم بيعملوا متنفس للقدم، يعني بيعملوا احذيه فيها خروب ثقوب تدخل الهواء وتخرجه في المشيه، ودي ممتازه. لان المفروض ان احنا نريح القدم كل مثلا 6 ساعات او 5 ساعات، نفتح الشوز ونطلع القدم، نريح رجلينا. يعني مواعيد الصلاه بقت انسب اشياء. بالظبط بالظبط، لسه كنت هقول لحضرتك غالبا اللي بيصلي ما بيبقاش عنده مشكله. بالظبط يعني. لسه كنت هقول لحضرتك انت بتتوضى وبتصلي 5 مرات في اليوم سبحان الله. والخمس مرات بتغسل فيهم القدم وبتريحها وما تحسش باي مجهود ولا اي مشكله في الصلاه سبحان الله. لانها اتغسلت وتريحت واتهوت ومشيت عليها بدون حذاء سبحان الله. فكل الحاجات دي مناسبة جدا للقدم. يعني الإقلاع عن الحذاء أحيانا برضو بقى مطلوب. طبعا طبعا مطلوب، لأنك أنت بتصلي ومش هتصلي بحذاء. طب إيه رأي بقى حضرتك في الحديث اللي بيقول حديث جميل جدا حضرتك، يعني العلم أكيد بيتطابق مع الدين. أكيد أكيد. ودي موجود زي ما هو بقيمته، لكن العلم بيدلل أحيانا على عظمة هذا الدين. يعني الصحابة الكرام كانوا يقولوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالاحتفاء أحيانا. أيوة. يعني مش باستمرار الإنسان يبقى لابس الحذاء في رجله. يعني بعض الأحوال وأنا فعلا وجدتها من بعض الأجانب أنه بيروح يمشي بدون حذاء وأحيانا بيتجول قدام مثلا مسكنه حافي تماما. وبعدين يرجع يلبس الحذاء يغسل القدم ويلبس الحذاء تاني. طيب برضو عايزين نخير حضرتك كرأي طبي بمسألة ضيق الحذاء او وسع الحذاء. نعم. يعني انا مثلا ايه اضطررت ان انا انزل اشتري مثلا حذاء في وقت معين في وقت ضيق جدا والراجل عرض عليا مقاس اكبر شويه ومقاس يعني اصغر شويه. نعم. انه افضل طبيا؟ هقول لحضرتك بسم الله الرحمن الرحيم. الحذاء الواسع سيء، انك مش متحكم فيه. وكل ما هتمشي بيه اكتر كل ما هيتسع اكتر. فمبقاش حذاء بقى شراب بس واسع. الحذاء الضيق ممتاز شوية. هيوسع معاك وانت ماشي. فهو افضل من الحذاء المتسع جدا. يعني ضيق قليلا. ضيق قليلا جدا. هنفترض انه بيلبس مثلا ايه ولا خلينا في الستات بيلبسه مثلا ايه 38 ولا حاجة. انت تقول لك دي رجلها كبيرة قوي. هنقول 35 يعني. 35 تلبس 34 مفيش مشكلة. لا تلبس 34 افضل. خليها في الاقل شوية. في الاقل سنة بالظبط. ده هيريح الرجل زي ما بيحبوا يصغروا سنهم ويصغروا الحذاء. وهيتسع بعد المشي البسيط دوت كتير، فهيبقى الحذاء مناسب للقدم جدا. طب حضرتك برضه بنتعرض احيانا واكيد بتشوفها يعني في السوق وانت بتشتري الحذاء تبص لها اللي بيبيع لك الحذاء وبرضه متخصص وفاهم كل شيء. تمام. يعني حتى بتقوله ده مساله اللي تعب القدم من الضيق او الواسع. تمام. انت لو ما عندوش غير المقاس اللي هو ضيق يقول لك لا ده بص ده هيفرد معاك. هيفرد يعني معاك وانت مش هيفرد هو صحيح. لو ما عندوش الواسع يقول لك انت رجلك هتريح. ايوه صحيح. رجلك هتريح فيه. وبعدين يبتدي يحتال اذا كان العرض يقول لك لا ما هو العرض هيريح معاك. هيريح معاك. اذا كان العرض شايف يقول لك ما انت رجلك هتفرش فيه. يعني في كافه الاحوال هو تمام هو كسبان الجوله. هو ضار. او ظروف التسويق بتقتضي ان هو يعمل كده. يعمل كده. طيب نيجي لمساله ثانيه، مساله ان في بعض الاحذيه وجدناها فتره من الفترات كانت مستورده، يعني بتبص تلاقي الحذاء من الداخل يعني متفصل على القدم بالضبط. ايوه يعني بمعنى انه واخد كل انحناءات القدم هو ده اللي احنا بنقوله بين الاصابع والاخر. تمام. ولكن بالتجربه فعلا يعني في ناس بعض الناس اشتكت منه وقالت انه بيأثر على بطن الرجل. بطن القدم طبعا صحيح. وبعدين مش كل الناس رجليها زي بعضها، يعني لما تلاقي في تقسيمات داخل القدم الاصبع ده جاي كده والاصبع ده جاي كده، ما هو في ناس صباعها ده جاي كده وصباع التاني جاي كده، اشكال والوان. صحيح. اصابع القدم بالذات يعني في اختلاف شديد في اصابع القدم غير اصابع اليد. طب هل دي بتيجي مع المشي وطبيعه مع المشي ولا بتيجي بتبقى الانسان لا 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 مع المشي طبعا مع المشي واختلاف الاحذيه اللي بتتلبس اذا كان ضيق او متسع او كده بيبقى شكل الرجل بعد كده على الارض مختلف خالص. وفي صباع بيبقى مرتفع شويه وفي صباع نازل وصباع راكب على صباع. ففي اختلاف جامد قوي ما ينفعش مع التقسيمات اللي احنا بنحطها داخل القدم. طب اللي بتكلم برضه بنقطه يعني بركز على مساله اللي هي المحتضنه بطن القدم. ايوه بطن القدم. هل دي فعلا مؤلمه؟ لان سبحان الله في اعصاب ماشيه في بطن القدم وبعدين بتتوزع على اصابع القدم كلها
لأن لازم الإحساس يبقى في كل منطقة في القدم، في أي مكان مش في القدم بس. والأعصاب دي بتيجي هنا وتتقسم من تحت، يعني بتتقسم كده وتتقسم كده من تحت الأصبع على طول. فأنت لما تدوس على المركز بتاع العصب عملت مشكلة، يعني كأنك دخلت أكل جوه السنة، فالسنة مش هتستحمل. بالظبط. بني آدم ما بيستحملش أي حاجة في بقه، بيبقى فيه صداع ومشاكل، فما بالك أنت دست بالحاجة اللي أنت مزودها تحت على مكان الأصبع ده، على يعني مكان العصب. القدم كده يستحسن أيوة. الحزام ما يكونش فيه، ما يكونش فيه البطن القدم اللي رافع دوت، اللي رافع القدم يعني يكفي اللي هو الحمل اللي قدام، الحمل اللي قدام. حتى هم وفي الخلف بيعملوا تقسيمات في بطن القدم كده طريه لينه زي الجل كده. دي ممتازه. ليه؟ لانها واخده كل مشط القدم من قدام. احنا مش حاطينها على مكان معين، لا، موسعينها على مشط القدم كله، يعني كل المنطقه دي بتشيل كل المسافه دي. طيب برضه عايزين راي حضرتك الطبي في مساله اللي هو الموضه بقى اللي بتطلع، يعني احيانا يخلي مقدمه الحذاء عامله زي الكهف، زي الحذاء بتاع شارلي شابلن كده، يبقى واسع جدا. طب بص لقي الناس بتستكمله، وبعد فتره بص لقي راحوا مضيقين جدا المساله القدم. البوزه عامل زي بوق السن، عارف حضرتك الافلام العربي القديمه اللي طالع لفوق، ايبك واقطايه ومش عارف، تلاقي الحذاء طويل ودبب كده، واحيانا بيبقى لافف. تمام. اتساع القدم، الكهف المعمول قدام ده ما هوش ضار ابدا، مريح مريح للرجل. بس ما ينفعش نلبسه فترات طويله، لان لبسه فترات طويله هيؤدي الى توسع ما بين الاصابع. تفرد بقى. تفرد او الاصبع اللي عايز يتني ممكن يتني كده، فيبقى في مشكله. لكن كمان اللبس الضيق قلنا هيدخل الصباع الكبير لجوه، والصباع الكبير لجوه برضو الصغير لجوه، فيبقى في مفاصل هتتغير مكانها، هتطلع لبره. مفاصل القدم الكبير ده هيطلع بره، لما انا اعمله كده بقى بره كده بقى ظاهر، فده هنضطر نعمله عمليه ونفرده ونرجعه لمكانه. عايز تركز حضرتك للمشاهدين برضه مساله العمليات دي ومدى صعوبتها في القدم. طبعا، لان المشكله انه القدم هيبقى شايل وزن الجسم كله. أيوة بعد العمليه برضه. طبعا. يعني مش هو في الصباع، لا مش في الايد، في كله، ده في القدم. المنطقه اللي هيركز عليها كامل كله. وكمان الصباع الكبير أسوأ شيء، لان هو اخر حاجه بتسيب القدم، بتسيب الارض. بالزبط. وكل وزن الجسم بيكون على منطقه الصباع الكبير. الصباع الكبير هو اللي بيشيل كل آخر حاجه، مرحلة في اخر مرحله في الانتقال، وهو اهم صباع في الايد. برضه الصباع الابهام اهم صباع في اليد، ما ممكن يخش الجيش وفي البصمه. برضه راي حضرتك ايه في مساله بقى هشاشه العظام؟ هشاشه العظام يعني احنا اتكلمنا عن اشياء كتير جدا بعيد عن هشاشه العظام، بنتكلم عن ميكانيكيه حركه الجسم نفسه وما الى ذلك. بس قبلها برضه عايزين نتكلم عن مساله، يعني في قول بيقول ان لو رجل اتوجعت رجل تانية بتتوجع، بمعنى ان انا لو رجلي وجعتني ما اقدرش احمل عليها فبحمل على الرجل التانية. فبينتقل الالم دي، انا خلاص بقت فيها مشكله. بتنتقل الوزن ناحيه تانية، بيعمل لي مشكله تانية. القول ده صحيح طبعا طبيا؟ القول ده مش صحيح طبيا ولا حاجه. لان ربنا سبحانه وتعالى خالق الجسم مستقيم، لا، برجلينا فوق وراسنا تحت في مخنا. سبحان الله. القدم فوق والراس تحت، والقدم اليمين في ناحية والقدم اليسار في ناحية تانية، عكس بعض. فما نفتكرش، والمخ مقسوم نصين، النص اليمين بيغشر الشمال، ونص الشمال بيغشر الجهة اليمين. فليمكن ألم في اليمين هيأثر في الشمال، دي مش هتحصل، ملهاش دعوة أصلا. انما هي ميكانيكيا او منطقيا، انا هل الوزن كله ناحيه دي، ناحيه دي، فهتتنقل الالم. تاني حاجه نرجع لهشاشه العظام، زي ما بنقول العظم متقسم لثلاث خلايا، خليه تبني، وخليه تاكل، وخليه مستعده للتحول لكلا الخليتين. تبني وتاكل. وخليه تتحول لكلا الخليتين. سبحان الله. في الصغر الخلية اللي بتبني كتير، يعني تبني مثلا 4 طوبات مثلا، نعتبرنا ان احنا بنبني، بس عشان المخرج بيهتف ان شاء الله، بنبني بيت وكده، فنعتبر ان الخلية اللي بتبني 4، واللي بتاكل 3. فيبقى النقص 1 بس. الفرق هنا بقى بيصنع الهشاشة. لا، الفرق اللي هنا بيصنع النمو بسرعة واحنا صغيرين. الفرق اللي هو في حالة الزيادة، النمو الزيادة. في الكبر اللي بيبني ما بيبني 3،
واللي بياكل واللي بياكل أربعة. بياكل أربعة بقينا دلوقتي بننقص ما بينزلش، فعشان كده بيحصل هشاشة العظام في الكبر. طب نمرة واحد في الغذاء اللي بنكتب برضه حلقتنا اللي بيعوض هذا الفرق، الجبن، الألبان، الزبادي، الشمس، الشمس بتاعت ربنا سبحانه وتعالى لا يأخذ عليها أي فلوس، سبحان الله مجاني. ربنا حاططها لنا مجانا كده، والوقت بتاعها من 7 ل 12 الظهر أو قبل المغرب بساعة، نقعد 10 دقايق يوم بعد يوم. شمس طبيعية خالص، شمس طبيعية، دراعتنا ورجلينا متعرضين للشمس. سبحان الله في أشعة خاصة ربنا بيبعتها تحول فيتامين د اللي تحت الجلد، اللي فيتامين د نشيط يسحب الكالسيوم ويوديه للعظام فتتقوى العظام بدون أي نقود ولا فلوس، وسبحان الله الشافي المعافي. جميل. إن شاء الله. يعني سبحانه وتعالى يعني بديع في صنعه سبحانه ربي العظيم. دكتور أشرف اللواء أخصائي جراحة العظام بالقصر العيني، احنا شاكرين لحضرتك هذا اللقاء. أهلا بك. وفي نهاية هذه الحلقة مشاهداتي الكرام، مشاهدينا الكرام، حلقة صحتك يا هانم وحلقة الكعب العالي، نرجو أن أنت أختي المشاهدة وأخي المشاهد تكون استفدت من هذه الحلقة كما استفدت أنا شخصيا من الدكتور أشرف اللواء. وعلى وعد بلقاء جديد إن شاء الله، يتجدد معكم كل يوم وبرنامج صحتك يا هانم. كان معكم في هذا اللقاء أسامة السمين، وفي الإعداد الأستاذ عفاف. شكرا لكم. شكرا.